معادكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. النهاردة لازم نتكلم بحكم ان احنا برنامج إذاعي، بحكم ان احنا في عمل إعلامي، بحكم ان احنا من تلاميذ أستاذ كبير راحل وهو سمير صبري، لازم نحتفل بيه، نحتفل بذكراه، نحتفل برحيله، نحتفي بكل ما قدمه هذا الرجل على مشوار حياة 86 سنة تقريبا هو بدأ من عمره 16 سنة مثلا، يعني 70 سنة من العطاء المتنوع الغني المتعدد المثمر الثري، عطاء كإعلامي وكمذيع من الآباء المؤسسين للإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي، ثم من الآباء المؤسسين للعمل التلفزيوني، الأب المؤسس للتوك شو تقريبا، يعني واحد من أهم مذيعينا اللي تحولوا إلى نجوم سينمائيين، والنجوم اللي تحولوا إلى يعني أيقونة. لما بتلاقي أفلام، هو من النادر جدا انك تلاقي افلام فيها الفنان بشخصيته الحقيقيه، لكن هنا في سمير صبري، سمير صبري في بدايه السبعينيات مع النجاح المدوي لبرنامج النادي الدولي، برنامج التلفزيوني الاول والاهم وقتها وربما حتى الان، كان بيتقدم انه الاستاذ سمير صبري، فنان سمير صبري وكمذيع وهو بطل جوه الفيلم. ثم بقى منتج سينمائي، مغني ومطرب ومؤدي موسيقي رائع، ثم صاحب فرقة مزيكا، ثم يعني واحد من أصحاب العطايا العظيمة جدا للتاريخ السينمائي، واحد من المتخصصين في ذاكرة السينما والتراث السينمائي. سمير صبري كل ما فيه فن وكل ما فيه عطاء لرحلة طويلة جدا من العمل اللي الذي لا يغيب عنه يوما واحدا، ولأنه رجل متعدد متنوع غني خصب ثري، كان لابد ان احنا بنتكلم عنه ونتكلم عن جوانب كثيرة فيه ان تمكننا من كل هذه الجوانب. لكن كمان في جانب شخصي اخر مهم جدا عن الرجل، يعني في رحلة صعود ورحلة سعي للنجاح ثم حفاظ على النجاح ثم تواجد على القمة، كل ده برضو وراء صلابة شخصية، وراء شخصية ذات ثقافة رفيعة ويعني وقدرات إنسانية كبيرة، طلع إنه كمان شخص نبيل، كل من عرفه واقترب منه أدرك نبله، إزاي يغيث يعني الناس في وقت الأزمات، إزاي يقف جنبهم، إزاي يحنوا عليهم في فترات الصعوبة، إزاي ينتشلهم من لحظات غرق نفسي. ومن هنا جه لقائنا النهاردة بقى مع الكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد صلاح، صاحبة كتاب سمير صبري حكايتي مع السينما، وعبر السنوات الأخيرة كانت من أقرب الصحفيين المصريين إلى الأستاذ سمير. وأهلا بك أستاذة ناهد، منورانا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. الباقي في حياتك أولا لفقدان الصديق والأستاذ، في حياتكم الباقية والعزاء لمصر كلها وللعالم العربي اللي فقد فنان من أهم الفنانين الراسخين العرب، وأهم فنان استعراضي وشامل، ويعني ومع التقديمة اللي حضرتك قدمتها فنان متعدد الأشكال. صحيح حقيقي، يعني لو كمان العالم العربي لما تشوفي كل النشرات الأخبار السياسية وخبر وفاة سمير صبري خبر أساسي فيها، تدركي قد إيه هو فنان مؤثر وباقي وخالد وموجود في وجدان الشعب العربي كله، يعني بتعدد دوله. لما اجي اتكلم عن سمير صبري، خصوصا انك بدأتي معاه في كتابك من النشأة، يعني الشخصية اللي احنا شفنا كل نجاحاتها وكل حياتها ومساراتها دي لازم تكون مبنية بنا مختلف كده من الطفولة، يعني ده صحيح. الشاب الاسكندراني ده جالنا ازاي؟ هو الحقيقة الكتاب ده له قصة يعني عنيفة إذا جاز التعبير اللي أنا أقوله معايا أنا تحديداً.
لأنه الراحل المخرج الكبير دكتور سمير سيف لما كان رئيس المهرجان القومي للسينما وكان يحدد من سيكرمه المهرجان في هذا العام وهو العام 2014. وكما نعلم جميعا يعني كيف كان هذا العام عام عواصف عصيب وعصيب جدا في مصر وانفجارات وإرهاب وحظر تجوال يعني أشياء كثيرة جدا وكلام عن أكتوبر وأبطال أكتوبر ومين أبطال أكتوبر وكيف يعني الحقيقة كنا كلنا في مصر مشغولين بكل الأحداث العاصفة اللي بنمر بيها. حين كلمني الدكتور سمير سيف وقال لي يا ناهد قررنا في هذا العام ان احنا نكرم الاستاذ سمير صبري وانت هتعملي الكتاب بتاعه. فانا يعني بكل رعونه الحقيقه يعني قلت للدكتور سمير مش معقول كل هذا واحنا بنكرم فنان استعراضي، طب احنا ليه ما نكرمش ابطال اكتوبر مثلا يعني كرد على كل ما يحدث، او اننا نكرم واحد زي محمود ياسين او قال لي انا ما عنديش اي مانع نكرم كل فناني مصر، بس كل الاسماء اللي انت ذكرتيها تم تكريمهم في المهرجان من قبل، لم يبقى الا سمير صبري. قلت له اذا من الموتى، قال لي المهرجان لا يكرم الموتى، يكرم الاحياء حتى يعني حينما يرحلون يشعرون بالامتنان تجاه هذا الوطن اللي كرمهم. وبعدين ما عندكيش كلمة، أنا كلمت سمير صبري وهو برا مصر وراجع بعد أسبوعين وهو حيكلمك. وقد كان كلمني الأستاذ سمير وتحدد أول موعد في مكتبه في وسط البلد، ولما رحت قعدت معاه أكتر من 4-5 ساعات وهو بيفرجني على المكتب وعلى الجوائز وبيحكي معايا. أنا خرجت وأنا لسه على سلم العمارة كتبت على الفيسبوك أنا بحب سمير صبري. الله. فلقيت دكتور سمير ده اللقاء الأول، ده كان اللقاء الأول وإحنا لسه بقى في جلسات متعددة. ليه سمير صيف بيقول لي يعني إذن فأنتي تكرمتي؟ طبعا العفو. ليه بقى؟ العفو. حيلي الأربع ساعات اللي خلى المشاعر من معاندة إنه مش وقته وإنه لأني أنا لقيت نفسي مش قدام فنان كبير إنما قدام إنسان عميق وإنه مؤمن بالتسامح ومؤمن بالوطن ومؤمن بالإنسانية ومؤمن بالحياة وحب الحياة الحقيقة، مش مؤمن بالعنف ولا بالتكسير ولا بالإرهاب. طبعا احنا ما تكلمناش في السياسة بس كل اللقاء كان سياسة. ابن اسكندرية وما أدراك ما الاسكندرية، ابن الاسكندر، الاسكندر اللي هو أصلا الاسكندر المقدوني هو متعدد، هو مقدوني وهو بربري وهو متزوج من أميرتين فارسيتين وهو أنشأ هذه المدينة اللي فيها اللي كان فيها إلى وقت يعني الحديث أو العصر الحديث كان فيها الطليان والأمريكان والإنجليز والجريج أو اليونانيين يعني فيها التعددية اللي هو نشأ فيها سمير صبري. صحيح، عشان اسكندرية سمير صبري غير اسكندرية دلوقتي يعني. وهو ده اللي أنا اكتشفته في سمير صبري وإحنا لسه يعني أنا بكون بازل لشخصية هذا الإنسان ابن مين في مصر يعني أنت يا أستاذ سمير. فهو ابن الاسكندرية المتعددة المفتوحة على الآخر، على الشاطئ الآخر من البحر. وأيضا هذا الشاطئ أتى بالكثيرين اللي عاشوا. أنا شخصيا لما بسافر برا مصر وقابل كتير من اليونانيين أو الطليان أو القدامى اسكندرية بيقول لي أنا مصري، ما بيقولش أنا يوناني أو أنا طلياني. هو نشأ في هذه، كان نشأته في المربع محطة الرمل، بيته جده القديم، جده الأم وجده لأبوه، وهو كانت دي المنطقة اللي بيتحرك فيها وهو صبي وهو طفل وهو صبي في بيت فعلا كان بيعشق الفن. أب ضابط بالجيش لكنه يعشق الثقافة ومحب للثقافة وعنده مكتبة كبيرة جدا. أم تعزف البيانو وخالة تعزف العود. تعرف بنات هذه الطبقة من العائلات كان البيانو والعزف البيانو أساسي وكان جزء من عفش الجواز يعني. صحيح. لما فيما بعد فهو نشأ وخال وأسرة تذهب به إلى السينما فيذهب يلاقي بوسترات وأفيشات أفلام إيطالية وكان بيحب السينما الإيطالية القديمة الكلاسيكية بشكل كبير جدا. فهو نشأ عينيه نشأت على هذا التسامح، اتربى في مدرسة فيكتوريا كوليدج وكانت هي أهم مدرسة في الشرق الأوسط
في هذه الفترة اللي تخرج منها يعني أبناء العائلات الأرستقراطية والغنية والأمراء والملوك، فكان يعني مش نفس الفئة يعني، لكن كان زميل بشكل أو بآخر بفرق جيل أو جيلين، سوري سنة أو سنتين، عمر الشريف على أحمد رمزي، يوسف شاهين، الملك حسين، إدوار سعيد، يعني كل دول ده المجتمع اللي تربى فيه، تربى على مسرحيات شكسبير، طلع على مسرح المدرسة، كان بالنسبة له شكسبير هو يعني إله الدراما، هو الكتاب المقدس للدراما، عشان كده أول رحلة ليه لندن. ويبدو ان ده حقيقي يعني، يبدو ان شكسبير اللي هو المقدس للدراما يعني، ده هو الكتاب المقدس فعلا. وعشان كده اول سفر لي للندن دور على بلدة شكسبير وراحها وقعد يدور على تفاصيله. فهذه تكوينات غنية جدا اكتشفتها، تطلع تنوع ثقافي وامتداد ثقافي وامتداد على العالم، تسامح مع كل الثقافات والجنسيات، امكانيات في اللغة كبيرة كان وواسعة. عنده ثلاث لغات رئيسية، العربي الانجليزي الفرنسي وبعض الايطالي، يعني عنده لغات كل أساسية. ده يكون لنا سمير صبري، بس دلوقتي هو في اسكندرية، في اسكندرية لسه القاهرة ما جاتش بقى، لسه تعالوا نشوف لما راح القاهرة حصل ايه، يا خبر ابيض على اللي حصل لما راح القاهرة. لكن خلينا نسمع دلوقتي شيئا من تراث هذا الرجل كي ندرك يعني الى اي حد احنا بنتكلم عن استاذ اعلامي قدير متمكن ومؤسس. لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اذا عدنا لدي اقوال اخرى، بنتكلم عن واحد صاحبنا كلكم تعرفوه هو سمير صبري، صاحب المقولة المدهشة اللي صارت مثلا يعني وصارت مثلا يوميا في حياتنا، واحد صاحبي ما تعرفوش، اللي كان الجملة اللي قالها في البحثة عن فضيحة، الفيلم الجميل الشهير، وتحولت وكانها واحدة من جمل الأيقونات في السينما المصرية، لكن هو في حقيقة الأمر صاحبنا الذي نعرفه جميعا، وهو سمير صبري. ولسه مع كاتبتنا الأستاذة المتميزة ناهد صلاح، اللي من ضمن عدد من الكتب اللي قدمتها عن السير الفنية والنقد الفني كانت عاملة هذا الكتاب حكايتي مع السينما، سمير صبري يروي هذه الذكريات والحكايات، واللي امتدت في جلسات طويلة ونقاشات معمقة بين الأستاذة ناهد صلاح وبين سمير صبري، أنتج هذه المعرفة الوثيقة العميقة بتاريخ هذا الرجل وسيرته، اللي بتحكي لنا جزء أصيل منه، وهو جذره، وهو جذره السكندري، يعني فترة الطفولة في اسكندرية اللي كانت فترة مليئة بالانفتاح والتفتح والتسامح والتعايش والثقافات المتعددة المتنوعة، اللي شربت سمير صبري هذه الروح اللي تقدر تقول عليه الروح الإنسانية العالمية اللي مليانة احتضان ومحبة للكون كله وللدنيا كلها. لكن لا يزال هو صبيا حتى الآن، وموجود في اسكندرية وسط أسرته، والمنافسة بين الجدين على مشاعره وعواطفه. فين بقى النقلة؟ النقلة اللي كانت نقدر نقول عليها الصدفة، الصدفة الحلوة في حياة سمير صبري، إنه والده انتقل عمله إلى القاهرة، فكان لابد إن الأسرة تنتقل إلى القاهرة، فالصدفة إنهم سكنوا أو سكنوا في عمارة الفنانين اللي في العجوزة، ودي كانت من أشهر العمارات في المرحلة دي، لأن كان بيسكنها عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة وهنري بركات، يعني يعني كده مفعمة بالفن العمارة. خدوا بالكم زمان يا جماعة، كانت فكرة العمارات الفخمة الكبيرة يعني مش كتيرة يعني، وحتى اللي بيبنوا في الزمان الجديد لما اتبنت كلهم نقلوا فيها، وكان زي دلوقتي كده في مراحل، يبقى في حي هو حي اللي بيروح له كل المشاهير ويعيشوا فيه والأغنية، وبعد شوية يبقى حي تاني، يعني زي زمان مثلا كان المنتزه في اسكندرية للمصيف، وبعدين بقى العجمي، بعد شوية بقى طلعنا لمرأية، بعد شوية بقى رأية بتوعد مارينا. فالتنقلات دي تنقلات زمانها يعني، في العجوزة بقى وهي لازالت طبعا يعني حي جميل وعلى النيل، وكان فيه بقى العمائر الحديثة اللي بتتبني فيه، العمائر الشديدة الجمال يعني، وكان من بينها عمارة الفنانين دي. فكان سمير صبري زي كتير في الزمن ده مغرم بعبد الحليم حافظ جدا،
وهو شكله يدي ولد ابن خواجات يعني عنده برضو لغة وعنده لكنة، وكل شوية يطلع في الأسانسير فيلاقي عبد الحليم حافظ طالع أو نازل، هو يتعمد ينتظر عبد الحليم فيدخل يقوم يكلم عبد الحليم بالإنجليزي مثلا جود مورنينج ايفنينج، فهمه أنه هو ابن واد أنه هو واد أمريكاني يعني وأنهم عايشين في العمارة ده واسمه بيتر. فعبد الحليم صدق لغاية ما في يوم اشتغل عبد الحليم اشتغل عبد الحليم وبدأ يهرب من الأوتوبيس المدرسة عشان يستنى عبد الحليم فعلا. وفي يوم اتظبط بقى مع أبوه اللي هو سمير تعالى يعني أنت بتشتغلني. فكان بداية علاقة لطيفة مع عبد الحليم، وعبد الحليم كان فعلا بوابته لدخول الفن، لأنه عبد الحليم هو اللي عرفه بلبنى عبد العزيز وركن الأطفال، وهو اللي عرفه بأمل فهمي في الإذاعة. فابتدى يروح سمير البرامج الإذاعية، وابتدى كمان فيلم حكاية حب لو تفتكروا المشهد الشهير بتاع أمل فهمي على الناصية وعبد الحليم بيغني بحلم بيك ومعاه عبد السلام النابلسي. فقعد سمير يلح على عبد الحليم انه عايز يطلع في وسط الحشود، وفعلا لو رجعتوا للمشهد ده كان اول ظهور لسمير صبري ان هو ضمن الحشد اللي واقف حوالينا موجود فعلا. ده كان اول ظهور لي. ازاي بقى بدات علاقته بالسينما؟ بس لسه لا فتح يا عبد السلام النابلسي لا رفعت السناكح المشهد مبهر، بس انت لو جبت المشهد وعملت فوكس كده على الجمهور. احيانا كتير والله قاعد بفكر انه يعني اين هؤلاء الان، دول يقولون يعني يطلع الصوره اللي ورا الفنانين كده في المشاهد دي ويقولوا لنا انتوا فين دلوقتي او اهالي اللي داخل حضرتك لازم فواضح انه طلع سمير صبري فيه طبعا سمير صبري وبالحاح شديد. اصل في مجاميع تانية تبص فيها تلاقي سميرة احمد، مجاميع تانية تلاقي مديحه يسري ورا هناك، هند رستم، لا ومش بعيد في الحاجات الاقدم شويه لايام حسين صدقي والكلام ده تلاقي عمر السادات، لانه السادات كان في الفتره دي يسعى انه يكون ممثل وتقدم لاكتر من تجربه الحقيقه يعني. فعلى اي الاحوال انه هنا من هنا بدات يعني انا كتابي، لان انا ركزت فيه على السينما اكتر بحكم انه كان مهرجان السينما اللي بيكرم استاذ سمير. فلقينا انه علاقته بالسينما بدات بالصفه، وحب الاذاعه قوي واشتغل في الاذاعه، وبعدين في النهايه راح يعني بدأت الصدفة تلعب أكتر مع اللعبات اللطيفة بتاعتها، في أنه مثلا الفيلم بتاع اللص والكلاب لكمال الشيخ أنه كان في دور خواجة الراجل الممثل اللي كان حيجي مجاش، فسمير كل يوم بيروح أصلا يفرض نفسه أنا عايز أشتغل تعالى أنت شكلك عندك لكنة ولسانك ممكن تلوقه شوية تعالى لهجة مكسورة يعني فتمام. فخدوه في اللص والكلاب نفس الموضوع، مدرب كان خواجة في تليفون وكان في مدرس لغة إنجليزية في زقاق المدق برضه هو اللي عمله. فبدأت الأدوار الصغيرة اللي فيها يا إما خواجة يا إما مدرس أو أي حد عنده لهجة مكسورة شوية. وده ظهر كمان في أفلام بقى شنبه في المصيرة وأخطر رجل في العالم مع كل دي مجموعة أفلام ورا بعض، أفلام ورا بعض بالإضافة إلى مسلسلات إذاعية برضو أدوار صغيرة واخدين فيها اللي هو برضو اللي عنده لكنة شوية لكنة أجنبية طبعا يعني. فبدأ الأدوار كده تتوالى عليه لغاية بقى ما حصل، وهو في الحياة بقى بيكمل دراسته عادي وبيروح فيكتوريا كوليدج لا مكمل عادي ودخل أداب إنجليزي وفي البرنامج الأوروبي وكل الحاجات هو بيوقف اتنين في البرنامج الأوروبي شهيرين جدا في الإذاعة المصرية، تحولوا إلى نجوم كبار يعني. أستاذة لبنى عبد العزيز وكانت طالبة في الجامعة الأمريكية وابنة واحد من الصحفيين المعروفين في الأهرام، وسمير صبري، وهما الاثنين بعد كده بقوا من نجوم السينما يعني، طالعين من ثقافة مختلفة ما كانتش سائدة قوي اياميها. فكرة يعني معظم الممثلين وقتها والفنانين الكبار كانوا منتج معهد التمثيل يعني، وكل ثقافتهم الكبيرة في التمثيل جاية من خبرات كبيرة قوي في التدريب في
التعلم في معهد التمثيل، إنما هم كانوا جايين من خارج معهد التمثيل. آه بس كارمن كانوا دارسين شكسبير، فده الحقيقة دارسين أداب طبعا. أداب وأداب إنجليزي كمان بالنسبة لأستاذ سمير، فأنت عارف إن هناك الأدب الإنجليزي والمسرح وكل ده بالحياة يعني رافد مهم من في تكوين شخصية سمير صبري العميقة، لأنه هو فعلا عنده شخصية عميقة جدا ومثقفة ثقافة رفيعة بشكل كبير. الحقيقة التحول بقى في السينما الحقيقي اللي حصل لسمير صبري وبالصدفة أيضا كان مع بمبا قشر بصدا السبعينيات، وهو أدوار صغيرة أدوار صغيرة لو هتراجع هتلاقي فعلا كلها الأدوار الكبيرة حصلت في السبعينيات، بس هو الأدوار الصغيرة دي كلها بس هي مؤثرة، لأنه كمان من الأدوار الصغيرة عمل في الثلاثية وبرضه يعني كلها أدوار صغيرة عمل مؤثرة. الثلاثية المنافس بتاع نور الشريف على حب عايدة شداد بالظبط، مش حاجة قليلة بالظبط. لكن كمان فضل طول الوقت كمان ملامحه شابة جدا وصغير، وينفع يعمل أدوار وينفع يعمل ضابط في عودة أخطر رجل في العالم، وهو ده بالتوازي مع السينما. هو كان يعني بيقدم حفلات في الجامعة ويقدم الحفلات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية. يعني هو طول الوقت بيشتغل سمير سمير الذي لا يعرفه أحد كان يعمل لآخر لحظة في حياته. هو بيحب الشغل جدا جدا الحياة، وده أثر على حياته الشخصية بشكل كبير. لما ليه بقى تشوفي بمبا كشر؟ هنروح لبمبا كشر، لكن قبل ما نتكلم عن بمبا كشر والتطور في أدوار سمير صبري السينمائية، لما تشوفي من بدايات حياته وهو بيقدم الحفلات شوفي قدرته على إدارة حوار تلقائي وارتجالي صحيح، والتعليق على المواقف الحية المباشرة وبالرشاقة وباللباقة وبلغات متعددة، وتمشي بقى من منتصف الستينات لغاية مهرجان القاهرة السينمائي الأخير اللي كان فيه تكريم لنيلي وسمير صبري ووقوفوا على المسرح، اللباقة، الشياكة، سرعة البديهة، إدارة حوار تلقائي فظيع جدا، في ارتجال وخف الظل، في قدرة على التحاور مع الجمهور. إيه ده، الملكة فضلت على هذه الدرجة الحية الحاضرة كل السنين دي، ده مش اي حد فعلا، ده مش عقلية تقدر تحافظ على يعني قدراتها. من النادر بالفعل. انا بفتكر ال 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 المهرجان القاهرة الأخير اللي هو ظهر فيه معنيلي بيفكرني بحاجة حصلت أيام ما أميتاب باتشان جه مهرجان اسكندرية وإدارة الحوار بشكل مرتجل بينه وبين أميتاب باتشان على المسرح حاجة مذهلة مذهلة لدرجة أنه خلى أميتاب يكلم الصالة، وده من النادر أنك تعمله في افتتاح أو ختام مهرجان سينمائي كبير، لدرجة أن في ست اسكندرانية من الجمهور العادي وقفت قالت له، هو كان بيترجم لأميتاب وبتقول له أنا بحبك قوي يا أميتاب بس زعلانة منك قوي، فهو بيقول لها واي يعني أميتاب ليه زعلانة مني، قلت له انه في قد ما بحبك في حاجات غير منطقيه في افلامك، يعني ازاي توقع طياره بالحبل طياره بالحبل، فهو بيترجم بخفه ظل الحقيقه خلت أميتاب يضحك وقال لها مش هعمل كده تاني. بس انا تصوري انه الرساله وصلت صح لأميتاب لان الترجمه صح، لانه اللي بيوصل صح طبعا. يعني انا ما انساش ابدا حوار كان عامله مع الاستاذ محمود عوض ربنا يرحم الجميع بقى، الله يرحمه، وعن ولد غريق انقذوه في النيل، وبعدين من ضمن فقرات البرنامج يعني وبعدين لا ينطق فبيكتب بس، فمسكوا الورقة اللي هو كاتبها وازاي ناهد بشكل يعني تلقائي وجميل. هما الاثنين اكتشفوا اولا هو مش مصري، لانه ليه تحتها نقطتين واحنا ما بنكتبش كده عربي، ده رقم واحد وهكذا، وهم قاعدين قد كده في فعلا، لانه الناس متخيله ان الاستاذ سمير صبري لانه بيعمل حاجات بشكل تلقائي وخفيف الظل وكأن المساله دي عاديه، المساله دي محتاجه عمق شديد جدا ومذاكره اشد وقدرة انفعالية جبارة طبعا طبعا للآخر. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. إذا لازلنا نتحدث عن هذا الرجل الفنان الرائد الإعلامي الكبير اللي اسمه سمير صبري،
الإنسان الكبير ثقافيا وإنسانيا، النبل الشديد جدا اللي خاض بيه مشوار حياته ورحلة عمره ونجاحاته وبصماته ودوره وحضوره، رغم ان البعض يعني يمكن ألا يعتبره في مصاف النجوم السينما الكبار لكنه كان كبيرا، البعض ممكن يعتبره مرحلة من مراحل الإعلام لكنه كان مؤسسا ورائدا ورمزا، البعض ممكن يعتبره مش من الناس اللي أضافوا ولكن الحقيقة هو من الذين أضافوا وبقوة. عشان كده جزء من رد اعتبار سمير صبري ان احنا نتجول في حياته ونشوف دوره، مش دوره بمعنى دوره السينمائي، دوره الإنساني والفني في كل المجالات، ومن ضمن المجالات دي ولا شك مجال السينما، لأنه هو ليس في السينما وحدها، هو راجل بنتكلم في الإعلام وبنتكلم في المزيكا والغنى وبنتكلم في السينما. رحلة السينما والنهاردة بنحاول نركز عليها مبدئيا مع كاتبتنا الأستاذة ناهد صلاح، خصوصا كتابها الجميل حكايتي مع السينما سمير صبري، وبتشاور لنا لأنه السبعينيات وفيلم بامبا كشر تحديدا لعب دور في نقلة سمير صبري من الأدوار الصغيرة اللطيفة القصيرة في مجموعة أفلام الستينيات حيث شبابه يعني إلى بامبا كشر. ما سر بامبا كشر؟ سر بامبا كشر إن ده أول فيلم، أول بطولة للفنانة نادية الجندي، وإن اللي أنتج لها الفيلم زوجها حين ذاك الأستاذ عماد حمدي. كتير من نجوم الفن في المرحلة دي لما عماد حمدي اتصل بيهم عشان يقفوا دور البطولة مع نادية خافوا لأن هي كانت أدوار صغيرة قبل هذا الفيلم، ومش مدركين هل ده الجمهور حيتقبل هذه النجمة الجديدة ولا لا. عماد حمدي من حقه أنه ينتج لمراته، أنه هو يغامر بفلوسه، لكن هم خافوا على أسمائهم الحقيقة في الفترة دي. فكان أنه تم ترشيح الأستاذ سمير صبري لأنه هو كان هياخد دور صغير في الفيلم، فبدأ كل ما نجم يعتذر يبقى هو يطلع درجة، اسمه يطلع درجة، لغاية ما هو خد دور زوج بامبا كشر اللي هو الدبلوماسي اللي عيلته كانت رافضة هذه الزيجة. وبعد بامبا كشر بدأت الأدوار الكبيرة تتوالى على الأستاذ سمير صبري، وبدأ يشتغل مع مخرجين بأشكال مختلفة ومدارس متنوعة طوال هذه المرحلة، وبدأ يشتغل بقى حتى نهاية السبعينيات وأول الثمانينات مع عادل إمام. اشتغل مع عادل إمام البحث عن فضيحة الفيلم. إيه سر البحث عن فضيحة؟ يعني هو فيلم من الأفلام الثنائية الرهيبة دي، وإزاي إنه حتى الآن يعني حاضر في وجدان المصريين كله بكل الأجيال. هو أنا الحقيقة هو الفيلم كوميدي ومأخوذ عن فيلم أمريكي، اعذروني مش فاكرة اسم الفيلم الأمريكي دلوقتي، لكن يعني وهو بس معمول بخفة ظل عادل، وطبعا ألم وسيناريو الأستاذ فاروق صبري، وإخراج الأستاذ نيازي مصطفى. ونيازي مصطفى مخرج من المخرجين الكبار اللي اشتغلوا نوعية متنوعة من الأفلام، شيخ المخرجين أصلا نيازي مصطفى. لما عملت استفتاء أسوان السنة اللي فاتت وأنا برصد أفلام السينما المصرية عن المرأة، فاجئني هذا الرجل بكمية الأفلام إلا عن المرأة البدوية والريفية والقاهرة. يعني الحقيقة مذهل مذهل كل يعني السينما المصرية حقيقي مذهلة وحقيقي عميقة وحقيقي رائدة، ودي مش شفونية مني لا، ده أنا عايزة أقولك إنه خلال الاستفتاء كانت المفاجأة إن النقاد العرب اللي شاركوا معايا في الاستفتاء كان اختياراتهم مصرية. يعني شئنا أم أبينا هي سينما راسخة، سنة برضو مش حاجة قليلة، هي سينما راسخة. على أي الأحوال إنه أنا في تصوري إن دي المرحلة اللي كان فيها صعود عادل إمام، صعود نجم شكله شبهنا خارج كده من عندنا وبيتكلم من صفوف يعني الناس بالضبط، لأنه هتلاقي رفيق رحلة شديدة يعني التميز، بمعنى إنه معاه في المحفظة معايا، احترس من الخط، وهي من أفلام عادل إمام ذات القفزات، لكن سمير صبري هو بطل الشريك فيها، يعني برضو حاجة صحيح. وهتلاقي لطيفة جدا، هتلاقيك فيه كده ثنائيات مثلا يخيل لي انه في البحث عن فضيحة كان اجر سمير صبري اكتر من اجر عادل امام، لانه كان سمير اقدم من عادل. احنا لازم برضو وشهرة
التلفزيون كانت لعبة دور برضو طبيعي. ده عندك حق يعني. أنا معاك جدا في الموضوع ده. يعني هو بيبقى حصل فروقات بعد كده, فروقات حتى في الأجر والأفيش والنجومية طبعا طبيعي. وده بيحصل في كل السينما العالم يعني. تقبلها بمنتهى البساطة. نور الشريف كمان تقبلها لو تفتكر. نور كان أعلى أجر في مرحلة من المراحل, وهو صاحب المقولة الشهيرة بأنه اللي يحقق حضور جماهيري أكتر هو اللي ياخد أعلى أجر وياخد اسم الأول على الأفيش. وتقبل بعد كده أنه اسم محمود عبد العزيز يتحط قبل منه. نرجع للأستاذ سمير صبري, أنه بعد كده بدأ في نقطة أو حلم عند سمير صبري كان يراوده طول الفترة دي. مين أستاذه ومين الحلم اللي هو كان يتمنى أنه هو يحققه؟ أنور وجدي. أستاذ أنور وجدي هو أيضا فنان شامل, فنان من أهم رواد السينما المصرية, منتج وممثل ومخرج وصانع وكاتب وصانع نجوم وكل حاجة. يعني كل طيب. الحاجات من الحاجات المفارقات الغريبة اللي بشوفها هناك في السينما, فيلم المليونير مثلا, فيلم مثلاً شهير جدا مثلاً. ده سيناريو حوار أنور وجدي لو مش إخراجه, إنما وهو سيناريو ضايع. أنور وجدي كان حلم لسمير والفريد شوقي. يعني كان نموذج. هو الحقيقة أنا يعني دي فرصة, لأنه سمير صبري قام بدور أنور وجدي بعد كده في مسلسل أم كلثوم. أيوه. وده دليل عشق برضه, ممثله حلو قوي على فكرة قوي. إنما اللي أنا رأيي فيه إنه يعني هو أنور وجدي تلميذه فريد شوقي, تلميذه نور الشريف. وهنا يظهر سمير صبري, إنه سمير صبري لعب عمى يعني إعجابه بأنور وجدي جدا, حاول يوصل لمشواره الحقيقة ويقتدي. صحيح. احنا خلينا طبعا احنا مش بنقيم تجربة الأستاذ أنور وجدي ولا الأستاذ سمير صبري ولا الأساتذة فريد شوقي أو الأستاذ نور الشريف, إنما هنيجي لحاجة مهمة مبهرة برضو لاحظتها أثناء جلساتي مع الأستاذ سمير الجلسات الأولى, وإنه هو فعلا هو قدوته ونفسه يعمل حاجات زيه. يمكن لو جينا كنقاد أو متابعين أو باحثين أو أيا كان نقيم التقييم الفني والنقدي شيء, وما حدث شيء آخر, لأن سمير صبري أنتج تقريبا نحو 18 فيلم. وده رقم رهيب جدا في الإنتاج, أكثر من نور الشريف. أكثر من نور الشريف تقريبا 11 أو 14 فيلم, وأكيد أكثر من محمود ياسين, بس مش أكثر من فريد شوقي. لا فريد شوقي ده قصة تانية نتكلم فيها كتير. وأكثر يعني من فاتن حمامة لما عملت أفلام فاتن حمامة أكيد. ويضاهي في الإنتاج في الإنتاج فقط أنور وجدي. رقم مبهر وكبير ومغامرة, لأن هو في النهاية مش مليونير. صحيح. إن هو ينتج بكل كل ما يبقى معاه فلوس ينتج ويبقى حاطط قدوته. طبعا هو أول فيلم عمله كان مع الأستاذ محمد عبد العزيز المخرج وبطولة نالي, أهلا يا كابتن, كوميدي استعراضي. وبعدين شفاء لا تعرف الكذب برضو كانت نيلي, وكان برضو محمد عبد العزيز. تقريبا أستاذ محمد عبد العزيز من أكتر المخرجين اللي اشتغلوا, فهو اشتغل ده. لكن الفيلم اللي هو حاول يضاهي بشكل ما الأستاذ أنور وجدي كان فيلم السلخانة. ليه بقى فيلم السلخانة؟ أنور وجدي مثلا في آخر أفلام نجيب الريحاني غزل البنات أو غزل البنات كان الأفيش مليان نجوم. تلاقي نجيب الريحاني وليلى مراد وسليمان نجيب ومحمد عبد الوهاب ويوسف. صحيح. وابي. فهو كان عايز يضاهي هذا الأفيش, يجيب كل النجوم ده أو على حسب ما هو حكى معايا. فجاب أساتذة كبار كلهم. كان موجود وجاب عادل أدهم ومديحة كامل وزكي قدر. يدبح زكي قدر التعبير اللي احنا كلنا حتى هذه اللحظة بنردده. لو هو فيلم جميل, وعلى الرواية للأستاذ إسماعيل ولي الدين. صحيح. نشرت فيروز اليوسف بالمناسبة الرواية. وقد كده سمير صبري من أجمل أدواره الحقيقة. الحقيقة من أجمل أدواره وإنتاج سخي, وكان بيحكي إنه راح وعالم ما حدش راح له في السينما المصرية كتير. أيوة خالص. هو ده. هو راح صور في السلخانة وكان بيقول لي ساعات كنا في ست كده جيبوها تطبخ لهم عشان ياكلوا, فكان بتحط لهم جوز الطيب ياكلوا من هنا وبعد البريك ينام. كباص الإنتاج بطلوا ياكلوا. فلست سمير صبري. الحقيقة فده من الأفلام المهمة جدا في مشوار الإنتاج للأستاذ سمير صبري. لكن هناك تجربة مغامرة أخرى, والتصوير تحت الماء طبعا.
ودي برضو هنتكلم عنها تفصيلا، لكن في المحصلة انت قصاد عاشق للسينما، مش عاشق بس على مستوى التمثيل والنجومية، ده راجل بينتج وبيصنع وبيقدم، وراجل كمان بيتكلم عن تاريخ السينما بعقلية الباحث والدارس والفاهم والحافظ، حاجة مدهشة. سمير صبري، هنكمل في مشوار سمير صبري السينمائي وغير السينمائي في المشوار القادم لينا في الحلقة بإذن الله. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. إذن عدنا، لدي أقوال أخرى، لازلنا نتحدث عن نجمنا الكبير الرائد الإعلامي والمؤسس التلفزيوني والنجم السينمائي والمطرب والمغني والمؤدي الجميل الرائع النبيل سمير صبري، وبنتكلم عن مشواره في السينما الآن تحديدا، يعني مع كاتبتنا الأستاذة ناهد صلاح صاحبة كتاب حكايتي مع السينما سمير صبري، واللي بتحكي لنا تفاصيل هذا المشوار وتلك الرحلة السينمائية اللي هي تشكل يعني عمود فقري في حياة سمير صبري. صحيح هو متنوع ومتعدد ويعني عنده كل الاهتمامات والمشروعات اللي اشتغلها في حياته، لكن السينما تظل العمود الفقري في مشروعه أيضا وحاجة من أهم محطات حياته. وكلمتنا الأستاذة ناهد صلاح عن تجربة الستينيات كأدوار صغيرة، ثم الدور الرئيسي أو المركزي اللي عمل تحول في بمبا كشر مع السيدة نادية الجندي، وازاي ان بعد كده حصلت هذه النقلات بقى. وبتكلمنا عن انه انور وجدي كان الاستاذ والقدوة بالنسبة للأستاذ سمير صبري، وربما تجربة السلخانة واحدة من علامات التأثر بانور وجدي. هل انور وجدي بس اللي كان واحد من قدوات سمير صبري؟ هل سمير صبري لانه يعني بدأ السينما صغير جدا في اوائل العشرينيات واقل من كده، فصاحب الكبار قوي هو لسه صغير، وكأنه مثلا بنتكلم عن رشدي أباظة بينما كان فرق السن بينهم كبير، يعني رشدي أباظة مات في اوائل السبعينيات في 79 اظن 52 سنة، فيعني تقريبا 52 54 يعني كده. فشوفي قد ايه هو كان صاحبه وهو صغير قوي يعني. صحيح. فالعالم المحيط والاسماء الكبيرة اللي كانت مؤثرة اكتر في سمير صبري او كان بيكلمك خصوصا بره الكتابات يعني المنشورة عنها، تأثره مين اكتر؟ هو الحقيقة سمير صبري منذ صغري في مدينة اسكندرية كان يعشق السينما الإيطالية. يعني كان يذهب مع خاله او مع الأسرة كلها الى كل افيش يرى فيه سينما إيطالية، لكن حينما قرر انه ينتج سينما كان خلي بالك هو أنتج في الثمانينات، يعني تقريبا من 80-81 البداية، ومرحلة الثمانينات كان بدأ يظهر الواقعية الجديدة في السينما المصرية اللي هي يعني يضاهي بشكل أو بآخر المدرسة الإيطالية اللي هو التصوير في الشارع وإظهار الواقع وغيره، بصرف النظر إحنا الناس بتتفق أو بتختلف مع هذه النوعية من السينما، لكن سمير صبري قدم يعني كان له مساحته الخاصة زي ما احنا قلنا، هو اتجه للاستعراضي وللكوميدي، وبعد كده كانت تجربته اللي يعني اهل الاختصاص نفسهم اللي هو التصوير تحت الماء بيقولوا ان الموضوع صعب جدا، فقرر ان هو يعمل فيلمين الجحيم تحت الماء اول مرة، وتاني مرة كان اول مرة اخراج نادر جلال وبطولة شركته البطولة الفنانة ليلى علوي، وتاني مرة كان اخراج محمد ابو سيف واللي شاركته البطوله كانت الفنانه معالي زايد. لكن يعني بعيدا عن حتى فكره الانتاج، مين اكتر فنان كان قريب او نجم كان قريب من سمير صبري؟ انا هقول ان دايما سمير اللي هو يعني رمادي الميزان اللي هو كل الحاجات هو بيقول عنه بالظبط، فكان رشدي أباظة وكانت سامية جمال كان زوجة الفنان رشدي أباظة في هذه المرحلة، وكان الفنانة فاتن حمامة، وفي نفس الوقت كان الفنان عمر الشريف، ودول كان حتى أحمد رمزي من أكتر الناس اللي كانوا قريبين منه، خصوصا أنهم خريجين مدرسة واحدة وهي فيكتوريا كوليج. أنا بتكلم عن عمر وعن أحمد، لكن أنا عندي عذرا على المقاطعة كمان، التجربة اللي هي حققت أقصى
طموحاته في الانتاج اللي هي جحيم تحت الارض اللي هو صوره في منطقه العلمين والالغام. كان هو يحاول ان ينتج فيلما، ودي مغامره كبيره بالمناسبه، يضاهي سينما الحروب في السينما العالميه. طبعا يعني مع فوارق كثيره في الـ في الـ في الـ في الانتاج، لانه التكلفه الانتاجيه لفيلم كبير في السينما الامريكيه او الالمانيه والاوروبيه وايا كان نوعها، خصوصا الامريكيه لان هي اكتر سينما عملت افلام عن الحرب العالميه الاولى والثانيه اكتر، دي انتاج مؤسسات كبيره جدا وتكلفه انتاجيه عاليه جدا. لكن سمير صبري عمل فيلم بانتاجه تحدث عن موضوع خطير جدا عشناه وعانينا منه في مصر، وهو موضوع الالغام وموضوع يعني المقامرات حول مصر وهكذا، وده كان اقصى طموح له. صحيح، وما اتعملتش خالص يعني القضيه دي ما اطرحتش بقوه سينمائيا ولا حتى دراميا. انا عندي كتاب يا استاذ ابراهيم اسمه افلام الحب والحرب. ده يعني طلع من حوالي 3 سنين انتاج مؤسسة السينما الفن السابع في سوريا. بنتكلم عن السينما العربية والحرب. يعني انا عشان انا كنت اقصد ان انا اجيب اشهر قصص الحب اللي كانت على خلفية من الحروب، زي ذهب مع الريح وكازابلانكا وغيره. يعني فلما جيت عند السينما العربية حاجة مذهلة جدا، مفيش فيلم حربي حقيقي في السينما العربية حتى عن أكتوبر، ودي من وإحنا صغيرين بنسأل وبنتسأل ليه ما فيش فيلم عن أكتوبر. السنة جاية 50 سنة على أكتوبر وما فيش. ما فيش حتى الأفلام الكويسة اللي حتى لما قرروا يعملوا الممر عن الاستنزاف. صحيح، ما فيش فيلم حقيقي. أنا قعدت أقول ربما لأنه إحنا كنا منطقة صحراوية والحرب بالسيف فطلع وإسلاماء والنصر صلاح الدين ربما، لكن إزاي ما فيش؟ إحنا طول الوقت منطقة تعاني من الحروب، ومع ذلك حتى السينما البولندية أو السوفيتية والاشتراكية عملت أفلام، مش شرط إنك تعمل طيارات وإنك تعمل يعني. لا صحيح، مش شرط خالص. في أنشودة الجندي الفيلم بتاع جريجوري تشوكري مثلا، يعني ما فيش حتى الحالة إنسانية أكتر منها عسكرية. ومع ذلك ما عندناش ده. فلما يجي منتج بشركة صغيرة زي الأستاذ سمير صبري ويعمل فيلم من النوع ده، يعني فبجد نرفع له القبعة، لأن دي مغامرة إنتاجية كبيرة جدا هو غامرها الحقيقة الأستاذ سمير صبري. وهو غامر في كل أفلامه الحقيقة اللي أنتجها، ورغم أنه لم يكن سريا ولا معروف عنه الغنى، إلا أنه استطاع أنه يغني السينما المصرية بإنتاجات نجومنا اللي معهم فلوس واللي يعني واللي نقدر نقول أنهم ما عارفوش يعملوا اللي عمله سمير صبري، لأنه هي فرق شغف برضو، شغف بالسينما وهو وشغف بأنور وجدي، لأنه الحقيقة حتى أداء سمير صبري السينمائي هو أداء تمثيل أنور وجدي، يعني طرق الانفعال، التأثر الدرامي، التأكيد على فكرة الميلودراما. ومن ضمن الأفلام المهمة جدا في المنطق ده بالوالدين أحسانا، وهو يعني يبدو أنه الفيلم اللي رجع فريد شوقي إلى قمته في ومغير في لونه، وهو مع سمير صبري بالوالدين أحسانا والأيم الابن العاق، إزاي هو مأديه بشكل يعني ميلودرامي يعني أنور وجداوي. خصوصا حسن إمام طبعا هو المخرج. صحيح. كمان وهنا برضو نقطة مهمة انه سمير صبري اشتغل مع كل المخرجين من العصور الذهبية ومن العصور الشابة، في تباين جيلي فعلا. في تباين جيلي. عايز اسألك بس في نقطة مهمة برضو في شخصية سمير صبري، في سنة واحدة ممكن يعمل 4-5 افلام بطل فيها وبعدين مساند للبطل، يعني يعمل الاحضان الدافئة بطولته وبيعمل جلسة سرية مع محمود ياسين، طبعا افلام الجميلة طبعا، بس دور تاني يعني طبعا. الفنان اللي موافق على يعني في افلام شراكه زي البحث عن فضيحه، زي دقه قلب من الافلام الجميله مع محمود ياسين، انما في افلام واضح فيها انه هو دور مساند، ازاي امبارح بطل والنهارده مساند وما عندوش مشكله خالص، ده جزء من شخصيه الاستاذ سمير صبري اللي ممكن بعد كده يقوم عامل ينتج فيلم يعني هو بطله وبعد كده يعني مين اللي مقرر ازاي جاي الحكايه دي محتاجه نفس راضيه ومتصالحه مع نفسها جدا، هسال عنها الاستاذه ناهد صلاح بعد الفصل.
لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. إذن عدنا نتحدث عن سمير صبري. سمير صبري اللي في حاجة ماسة مننا لأن احنا نرد اعتبار هذه القيمة الفنية الكبيرة. ليه نرد اعتبار؟ ما حدش تعامل معاه بالجدية التي يستحقها مشوار هذا الرجل في أثناء حياته. احنا طول الوقت بنتعامل معاه لأنه النجم الإعلامي التلفزيوني اللي دمه خفيف، اللي موجود معنا من زمان، اللي الوجه المشهور والمعروف، راجل رقيق الحس والصوت، واللي بيكلم بلبقة وشياكة لكن أقرب إلى روح يعني عابرة كده. إنما محدش قعد وفكر وقرر يشوف مشوار سمير صبري العميق الرائع ده، خصوصا انه حتى يا استاذه ناهد، استاذه ناهد صلاح صديقتنا كاتبتنا الكبيره اللي عامله كتابها حكايتي مع السينما سمير صبري من ضمن مؤلفاتها الكثيره المتميزه والعديده. يعني حتى لما نزلت مذكرات سمير صبري الاخيره والمفروض ان هو اللي راويها وهو اللي كاتبها، او الناس احتفت بيها طبعا الاحتفاء الواجب على كتاب جميل زي ده، لكن الحكايات كلها حكايات الرغبة في ان احنا نعرف حكاياته الشخصية، حكاياته مع الفنانين، ذكرياته، انما مش دوره هو، مش كيف يفكر، يعني كيف خط تجربته، كيف عانى من محاولات التشويش والتشويه عليه، ازاي تحمل منعه من التلفزيون فترة من الفترات. يعني ده ما انشغلتش المذكرات بيه، انشغلت بحكايات كلها لطيفة وكلها تستحق الاهتمام يعني، لكن مش عميقة جوه هذا الرجل. أنا عايز أقول لك إن المذكرات دي ليها قصة كبيرة جدا، إنه بعد ما خلصنا تكريمه في الدورة دي اتصل بي وقال لي أنا عايز أعمل مذكراتي وعايزك أنت اللي تكتبيها ونحكي كل الحكايات التي لا يعرفها الجميع. وأنا مش عايز سمير صبري، أنا عايز سمير صبري يروي بألم ناهد صلاح، وكان عايز يكتب كده على الكتاب. وبالفعل رحنا لإحدى دور النشر اللي هي صدر عنها الدار المصري بالضبط، واتفقنا إنه حنعمل كده. حصل أسباب خلت إنه الاتفاق إن أنا أكون طرف ثالث، يعني الأسباب دي خليني أحتفظ بيها لنفسي. تكون طرف ثالث بمعنى ايه؟ بمعنى طرف ثالث في المشروع يعني. انا وسمير صبري ودار النشر. حصل ان انا خرجت من الاتفاق، فصدر ان الاستاذ سمير لقيته بيتصل بيا قبل دخوله المستشفى بايام قليله وقال لي عايز اقابلك ضروري. وبالفعل رحت قابلته هو في مكانه المفضل سيمونس الزمالك، وقعدنا لقيته جايب كتاب حكايتي مع السينما معاه، وقال لي انت شفت الكتاب اللي طلع عن المصريه اللبنانيه؟ قلت له لا لسه، لان انا كنت برا مصر. فقال لي بعت اشترى من على النسخه من العناصيه، وبالفعل بصيت فيها فانا فهمته. قال لي الكتاب حلو وعلى فكره وزع. قلت له لازم يوزع عشان سمير صبري وعشان حكاياتك. فقال لي بس الحقيقه انا ممتن للدار جدا، هم اخدوا اللي انا حكيته ونزلوه، انما انت لما عملت الكتاب انت رحت الخلفيات واسكندريه والمجتمع كان شكله ازاي، انا عايز ده. فانا عايز نعمل الجزء الثاني وانت اللي تكتبيه. فقلت له انا طبعا عايز اقول لك اللحظه دي سمير صبري عاده كان بيجي هو اللي سايق عربيته، وكان بيجي دائما لاخر لحظه متحمس، سمير طول الوقت متحمس للعمل. فلقيته انه جاي بالمره دي بعربيته هو حد تاني اللي سايق ودخل. فانا قلت له وانا لا يمكن ارفض اي طلب للاستاذ سمير، بس خلينا نطور من الفكره شويه. وقعدنا نتكلم على خطه تطوير الجزء الثاني. كان زينه ايه؟ حكايات اخرى يعني يرويها في الكتاب الاول، يرويها بس بتبقى ما تبقاش مجرد حكايات كده، لا احنا لازم معمقه عن كده ونحكي عن المجتمع اكتر في المرحله دي. وقال فانا اقترحت عليه ان احنا نعملها بالتوازي حلقات تلفزيونيه. قال لي فيري جود وخلاص وحنتفق وتمام. قلت له بس انا عندي مشوار صغير لبيروت، برجع من بيروت تمام اتفقنا، لكن حصل انه طبعا لم يتم لانه
دخل المستشفى، وعلى فكرة خرج وراح اسكندرية وسجل برنامج إذاعي ورجع من اسكندرية واتصل بيا وقال لي حنتفق نتقابل مرة تانية عشان مشروعنا، وقابل ناس في الفندق اللي هو رحل فيه في المساء، والصبح كان الرحيل. اللي أنا قصدي أحكي من كده أنه سمير صبري عنده حكايات كتير وعنده أشياء كتير وعنده مشاريع كتير اشتغلها لآخر لحظة. هذا الرجل تذكر ذات مرة أنه إحنا رحنا مكتبة إسكندرية عشان يعملوا ندوة تكريمية له، واختارني أن أنا أول مكتبة ساعتها اللي رشحتني أن أنا أدير هذا اللقاء. خدنا وهو أصر أن إحنا نسافر بالقطر. سافرنا من محطة مصر في قطر 7 الصبح ووصلنا اسكندرية 10، ورحنا الأوتيل كان يوم جمعة واستلمنا غرفنا، وقال إنه لازم يخرج يصلي الجمعة. وبعدين اتغدينا، بعدين رحنا المكتبة، مفيش لحظة راحة، وخلصنا الندوة الساعة 11 مساء ولازم نخرج، يفرجنا على اسكندرية لغاية 3 الفجر. إحنا الفريق اللي معاه تعبنا عايزين ننام يا أستاذ سمير. فهكذا النقطة التانية اللي عمري ما حنساها، كان هيئة أصول الثقافة قررت تكريم سمير صبري في مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وسمير قال لهم ناهد هي اللي تدير اللقاء. طبعا كل النجوم مصر أو أغلبهم حضروا لقاء تكريمه. فأنا سألت سؤال مهم جدا، هي ليه؟ هو طبعا تفاجئ سمير والهيئة، ليه هيئة أصول الثقافة تكرم سمير صبري؟ طيب إذا قلنا طبعا لازم سمير صبري تكرمه، لأنه لو إحنا مش فاكرين له أفلامه هنفتكر له برامجه، هنفتكر له أغنية زي سكر أو اضحك يا أبو علي، الحاجات اللي إحنا يعني عملت بهجة في نفوسنا. فإذا سمير صبري فنان كبير ويستحق التقدير، لكن ليه سمير صبري يكرم في القاهرة؟ ليه مش في إنا؟ ليه مش في سوهاج؟ ليه مش في بنها؟ يعني ليه الهيئة قفلة قصورها ومصرة أنها تكرم فنان كبير في دار الأوبرا؟ قصور الثقافة دي معمولة للشعب وللناس. ولازم أنت عندك مشكلة يا أستاذ سمير أنك تنزل هنا؟ قال لي ما عنديش، أروح فورا. وقد كان أنه القصدي حكي من الحكاية أنه سمير صبري مش ابن القاهرة فقط ولا ابن اسكندرية فقط، وأنه سمير صبري ابن هذا البلد اللي أنا سألته في يوم من الأيام كان عندك كل مقومات العالمية زي عمر الشريف، عندك لغة وعندك حضور لطيف، ليه ما سافرتش؟ قال لي وسافر لي بلدي جميلة. بلدي جميلة ليه أسافر؟ وليه أنا وأنا عندي كل المقومات اللي أنا حاببها وإن حققت نجوميتي وحضوري في هذا البلد الجميل، وسيظل جميلا رغم ان اسكندرية والقاهرة وكل المدن تغيرت عن ايام. كان يقول لي الموضة كانت بتطلع من اسكندرية ومن القاهرة، مش من ايطاليا، مش من روما، مش من باريس، ومع ذلك بلدي جميلة وستظل جميلة. يمكن شوية تراب على حسب تعبيره بيجوا شوية لكن بيتغير، لا يعني لن يتغير جمال هذا البلد. في ذات الوقت النقطة اللي حضرتك أشرت فيها قبل الفاصل، وهي أنه إزاي سمير صبري يبقى نجم ثم يقبل بدور مساند أو بدور تاني، لأنه فنان، لأنه زي ما حضرتك أشرت أيضا عنده هذا الشغف بالفن وبالسينما. وعلى فكرة هتلاقي برضه عمر الشريف كان عنده نفس الفكرة، أنه لما يجي وهو نجم عالمي كبير ويشارك عادل إمام في حسن ومرقص ويوافق أنه ينزل على الأفيش اسم تاني لا يغضب ويقول طبيعي لأنه عادل إمام نجم عربي أهم مني، وده كان تعبيره بالمناسبة. فدول ناس تربوا على محبة الفن والسينما وليست على الأنانية إطلاقا. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن سألت الكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد صلاح الأستاذ سمير صبري في كتابه أو كتابها حكايتي مع السينما سمير صبري، سألت السؤال ده من هذا المنطلق، كيف كنت تحضر وتعد الممثل بداخلك؟ بيجاوب سمير صبري أن تعد نفسك كممثل مسألة ليست سهلة ولا تكفيها الموهبة، وإنما تحتاج مجهودا كبيرا حتى يروض نفسه ويخلق شخصية
تميزه عن الآخرين وتجعله قادرا على الأداء والدهشة والوقوف أمام الكاميرا بانسيابية. صحيح أن هناك دورا كبيرا في تحريك الممثل وحثه على تقديم أفضل ما عنده، لكن هناك أيضا تلك النقطة الخفية داخل الممثل نفسه والتي تزيد من شحنه، وهي نقطة تتكون من خبرة الممثل، سواء خبرته الحياتية الناتجة عن تجاربه الخاصة أو عن ثقافته. فالثقافة والتعليم عامل مساعد ومهم للممثل في تحضيره للشخصية، سواء على مستواها الداخلي أو الخارجي. فمن خلال القراءة نتعرف على عوالم شخصيات يمكن أن نجسدها في يوم من الأيام، بينما تأتي المعايشة لتطفي الروح والحيوية على الشخصية، ما يجعلها تتحرك على الشاشة وأمام الناظرين كإنسان من لحم ودم. جميل الإجابة مع برضو اللي هو الموهبة مش كل حاجة، وفي مذاكرة وفي دراسة وفي ثقافة، ودي من الأمور المهمة. لأنه كمان إحنا يعني هو لم يكن ممثلا عظيما، لكنه كان ممثلا مجيدا. يعني لما نشوفه في التوتو النبوت، غير لما نشوفه في محفوظ عجب في صاحب الجلالة الحب، غير لما نشوفه في دقة قلب وفي الأدوار الخفيفة اللطيفة، لا هو بيعملها بإتقان. يعني حتى الأدوار اللي فيها قدر من التعقد والتركيب، يعني بارع في احترافه، مش بالضرورة في موهبة. يعني مش أحمد زكي هو ولا أحمد فقراني، لكن قد إيهاب نفع 20 مرة يعني طبعاً. يعني في منطقة حسن يوسف وكل يعني مش أقل من أي حد من الأسماء النجومية الكبيرة اللي في السينما المصرية. هو في مقولة شهيرة قوي للفنان الكبير نور الشريف، وهو قالها في أكتر من حوار وأكتر من تصريح الحياة، لما بيسألوه عن الفارق بينه وبين أحمد زكي، فقال أنا 70% دراسة 30% موهبة، أما أحمد زكي 70% موهبة 30% دراسة. ودي طبعا جملة جريئة أن نجم كبير يقولها على نفسه، وفيها كرم شديد منه كمان يعني الحقيقة، لأنه طبعا موهبته أكبر من كده، لكن هو ثقافته ودراسته بتبقى أهم من أحمد. يعني نور عميق أحمد حقيقة. بيمثل بعبقريته، نور الشريف بيدير شخصيته، يعني نور مؤسسة طبعاً. نور بالدرجة المصرية كده صنايعي طبعا، صنايعي حقيقي. مش هنسى أبدا بعد عودته من مرضه وهو في برنامج من البرامج مع الأستاذ سمير صبري، وبيتكلم على أنه دي سمير صبري بيقف جنبه وانتهى النبل وجنب الوسط الفني كله، وأنه لما كان سمير صبري لما كان نور الشريف بيتعرض لهجوم ضاري من إحدى الصحف يعني وقت سابق، واتهام حتى بالخيانة وقت فيلم معين، وقت يعني فيلم ناجي العالي. فقدي الوحيد اللي كان بيكلمه وينتصر إليه ويسنده ويدعمه هو سمير صبري. أنا شفت سمير صبري كده معايا أنا شخصيا، يعني لما بيلاقيك فيه مشكلة وبتاع، إحنا مش أصدقاء، بس يقوم بالدور الجميل ده، إنه يفكرك إنك حاجة كويسة وإنه دي أزمة وهتعدي. فهو يعني كان حد بوصلة ميزان. بمناسبة نور الشريف، كان راجل حنون ويعني نقيب الممثلين يعني الشعبي بقى، الشعب الإنساني والرقيق يعني. أيوة هو الحقيقة، ودي نقطة مهمة جدا حضرتك أشرت إليها، وهي اللي تخص إزاي هو كممثل بيطلع نفسه. يعني إحنا لو جينا في الأدوار الصغيرة اللي فيها بقى الخواجة ولا الاستعراضي ولا الأدوار الأولى، ده طبيعي يعملها بسهولة لأن مجتمعه كده، مجتمع كل اللي حواليه بيتكلموا لغات أو اللهجة المصرية المقصورة، وفي نفس الوقت هو مطلع على الفرق الغربية، فبيشوف الطرق الاستعراضية اللي برا اللي احنا مش شايفينها كمجتمع محلي، فطبيعي انه يطلع ده. فنيجي بعد كده، أنا من خلال تجربتي معاه، هو كان قارئ عظيم جدا، وكان مثلا لما يطلع كتاب جديد ألاقيه بيتصل بيقولي انت شفت الكتاب ده وقرتيه ولا لا؟ ويقرا الاخبار كل يوم، لازم يصحى الصبح. هو برضو كمذيع وكمطلع لا ينسى انه يقرا الصحف ويعرف كل الاخبار، فيقرا الصحف كل صباح، يقراها بنهم واطلاع شديد. طبيعي انه تطلع الشخصيات دي بالخبره زي ما هو قال،
بالتراكم زي ما هو قال، فده بيحصل نضج طبعا زمني، وده بنشوفه مع مخرجين يعني حسن الإمام هيكون غير كمال الشيخ، غير محمد عبد العزيز، غير أمير رمسيس، غير مجد أحمد علي، كل واحد هيبقى مختلف في أنه يطلع لنا صورة للممثل سمير صبري. صحيح. أنا بتوقف في العشرين سنة الأخرانية لما أشوف قائمة أفلام والحركة نشرها في نهاية كتابك. القتل اللذيذ 1998، ثم جحيم تحت الماء بعدها بثلاث سنين 2001 اللي هو إنتاجه أساسا، جحيم تحت الأرض اسف اللي هو إنتاجه، وبعدين الفيلم التالي بعد جحيم تحت الأرض سنة 2013، فارق طويل فعدى 12 سنة. الفيلم اللي بعده فيلم بتوقيت القاهرة 2015، لانه الكتاب ما طبع قبل ما يتعمل بقى الفيلمين التانيين، محمد حسين واتنين طلعت حرب، ودول 2020 2022. ايه المسافات دي؟ وازاي ممثل بعد كل النضج ده يغيب تقريبا 13 سنة عن السينما؟ دي مشكلة السينما ولا كانت مشكلة سمير صبري؟ لا طبعا دي مشكلة السينما، وحنلاقي ان مش سمير صبري لوحده اللي بيغيب الغيابات الطويلة دي عن الشاشة. يمكن نور الشريف مختلف لانه نور كان بينتج، فريد شوقي مختلف لان فريد كان بينتج. على فكرة يمكن حتى نور الشريف الوحيد اللي ممكن يبقى خرج من معادلة الغياب ده هو فريد شوقي. وفريد شوقي لآخر لحظة هو البطل الوحيد، أو مش الوحيد أسفة، هو البطل الأول. يعني اسم فريد شوقي لآخر لحظة هو اللي بيكتب على الأفيش أول اسم، فهو دي معادلة تخص إن هو منتج، تخص أو يمكن لأ، أو مع النجم الكبير فريد شوقي مش كل الأفلام بس كان له موقع متميز يعني على الأفيش أو تمام، إن هو حضوره يعني الملك. يعني أيوة هو ده التعبير. الذاكرة خلاص الملك. بس هو كمان فترة أخيرة ما أنتجش كتير، لكن فضل يعني اسمه دور هو الملك، هو الملك دور طبعا. حتى على الأفيش اسمه بارز. يا أول يا بارز يعني مش موضوع للنقاش أصله. فهو محدش ما يقدرش يتعامل مع الملك. فهو فريد شوقي حالته شديدة الخصوصية وبعيدة، إنما لكن نور بعد، عزة العلالي بعد طبعا. حتى حسين فهمي، أنا فرحان مؤخرا بدأ عودة لحسين فهمي، بس بعد شوية برضو، بعد كتير كمان. حتى محمود حميدة بعد، يمكن رجع بعد ما عمل أهواك مع تامر حسني فرجع تاني، أو مع أحمد حلمي ورجع بحضور. هي المشكلة كمان عندنا يا أستاذ إبراهيم في السينما كان دور أو كان مش موجود أصلا الجراندات. أنت لما بيوصل لأنه السن كبيرة بيمشوه، لأنه أو يبقى حسن حسني بس ده حتى مش في السينما، حسن حسني في الدراما التلفزيونية. فما بقاش عندنا الفيلم يعني روبرت دينيرو يعني كل دول الباتشينو غيره بيتعمل لهم أفلام، كان ستود 92 سنة وبيخرج وبينتج، فإحنا بيوصل لسن معينة ومش يعني بقولك اللي خرج من المعادلة دي أو من اللوحة دي أو هو بس الوحيد فريد شوقي. لكن الباقي بيخرج، ما عندناش اللي بيكتب واللي بينتج للفئة العمرية دي، فلازم أنت تنتج لنفسك أو هو ينتج لنفسه. عشان كده كمان السوق مش مضمون في حكاية المنتج لنفسه ده، وفي يعني خصوصا من 2011 والسوق العربية عموما والمصرية خصوصا. لا السوق الحقيقة تذبذبت بشكل كبير جدا. لما رجع بقى فريد سمير صبري في أفلام زي محمد حسين أو حتى مع أمير رمسيس بتوقيت القاهرة، حضور مميز. لكن حتى الفيلم الأخير له مع الأستاذ مجد أحمد علي، اتنين شارع طلعت حرب، لا حضور مختلف. الحقيقة أنا دي وجهة نظري إنه أهم عنصر في الفيلم كان سمير صبري، هو يعي جدا المقصود من الفيلم ويعي دوره، وحالة إنسانية شديدة العزوبة والإفراط في الإنسانية وفي فهم حالة البلد والتغير اللي حصل في هذا البلد، والجيل الجديد اللي بيطلعوا له من الميدان على شقته، وحالة يعني تذبذبه وتردده في إنه يهاجر رغم إنه أسرته سبقته لخارج مصر لكندا تحديداً.
وفي الآخر بيموت على سرير يعني كأن وكأنها لحظة وداع لحظة فعلا وداع ولحظة رفض أن يترك وطنه يعني أن يترك هذا البلد اللي حبه صحيح. بشدة وبشغف كبير جدا يعني. شكرا جدا أستاذة نهاد صلاح على هذا اللقاء الجميل عن الرجل الجميل النبيل النجم سمير صبري. أشكركم وألتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله لدي أقوال أخرى. كنتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.